ازيكي؟ ما شفتي بعينيكي. فتحي انت جيت بدري يعني؟ ايه؟ كنت عايزانا بقى في الشغل ولا ايه؟ لا مش القصد. مش انت قلت انك هتتاخر النهارده؟ كنت فين يا جليله؟ كانت معايا. ما قلتيش ليه انك هتخرجي يا جليله؟ من امتى بتخرجي من غير ما تقولي؟ ومين بقى يا ترى اللي لبسك كده؟ ها؟ وايه اللي انت ملخبطه بيه وشك ده؟ يا فتحي انا كنت ايه في ايه؟ هو انت فاتح لنا سين وجيم زي ما يكون عملنا عمله ولا ارتكبنا جريمه؟ ايه خرجت معايا؟ اخته خرجت مع اختها، فيها ايه؟ الدنيا اتهدت؟ انا ماليش كلام معاكي. ايه ده؟ انا بتكلم مع مراتي. انا اسفه والله يا فتحي. ايه انت بتتاسفي على ايه؟ هو انت عملتي حاجه غلط؟ ما هو ده اللي مخليه عامل فيها سيسايه. لم نفسك يا سلمى، انا ما جيتش ناحيتك. الم نفسي؟ هو انت شايفني متبعتره؟ ايه اللي خلاكي تخرجي من غير اذن يا جليله؟ شيل ايدك. انت شيل ايدك. انت بتخرجي من غير اذن يا بنت. شيل ايدك ولا اسكت. عمال اقول لك لم نفسك لم نفسك، انا في حدودك مفيش فايده. جرى ايه يا بنت؟ جرى ايه؟ تفكر انا مش عارف المك ولا ايه؟ لعلمك بقى انا هنا راجل البيت واللي اقوله هو اللي يتعمل. من النهارده مفيش خروج لا ليكي ولا ليا. ايه اقول لك بقى؟ خلاص خلاص يا فتحي. نعم نعم نعم. انت الكلام ده تقوله لحد تاني يا روحي. انت قاعد في شقتنا هنا، ده احنا لمينك، ده انت لون الشقه دي اللي مبرطع فيها كان زمانك نايم على الرصيفة. مين اللي نايم على الرصيفة؟ خلاص مين يا بنت اللي نايم على الرصيفة؟ انا على ربيك، انا على ربيك، وانت على ربيك يا سلمى. يا شوية 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 يا اما تعرفوا ان في راجل في البيت ده، يا اما كل واحد يروح لحاله. انت فاهمه؟ قولي من وشي. انت السبب، انت اللي خليتيه يعمل فينا كده. ده مين ده عشان يتحكم فينا؟ يا بنت يا بنت اسمعي كلامي، سيبيه وانا جوزك سيد سيده. اديكي شفتي انا وصلت لايه يا جليله؟ عشان خاطري يا حبيبتي سيبيه وربنا هيفرجها وتبقى ميت فل والله العظيم. يا بنت ده الفقر ما يجيبش غير الفقر، ومن جور السعيد يسعد. كفايه بقى كفايه، دماغي قطعت، مش قادره افكر، مش عارفه اعمل ايه. انا هروح اعمل له محضر في القسم. لا ايه ده؟ كفايه ده ضربني، لا انا مراته ولا اخته. واذا كان انت تقبلي ده انا بقى ما بلهاش. يا جليله عشان خاطري العز مستنينا، ما تقفليش الباب يا جليله. انت مستنيه منه ايه ولا حدثتي منه ايه؟ يلا معايا، يلا يلا قدامي. محضر يا جليله؟ بتعملي لي محضر؟ اه يعني عايز تضربها وتضربني وتبهدلنا ونسكت لك؟ الانسه سلمى طلبت ان يبقى في تعهد بعدم التعرض، لو سمحت امضي لي هنا. طالما وصلت للاسم والمحاضر، وطالما بقى في تعهد بعدم التعرض، تبقى طالع يا جليله. بس عمرك ما هتلاقي حد يحبك قدي، ولا يقدرك ولا يشيل همك زيي. انت خسرتيني، بس انا مش زعلان يا جليله ولا ندمان. يا حبيبتي لا ولا تعيطي، ما يستاهلش. اهدي اهدي يا حبيبتي اهدي. لا 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 ما ينفعش. لا حضرت الظابط، انا متشكره قوي، انا مش عارفه اقول لك ايه بجد. عن اذنك طبعا. حبيبتي لا اوعي والنبي. يلا يا حبيبتي بقى. لا والله العظيم بصي ده انت الهم مزاح عن حياتك. يلا 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 يا روحي. استنى بس يا فتحي، انت رايح فين؟ يا فتحي فتحي تعالي روحي يا شيخه منك لله. بقولك ايه، انت لسه عايزاه اهو، لسه على السلم اهو. روحي اجري وراه وبوسي ايده عشان يرجع لك. بس خلي بالك لو رجع مش هتقدري تقولي له تلت التلاته كام. ايه وقفتي ليه؟ بقولك ايه، اوعي تكوني فاكره ان شويه السهوكه اللي كنت عايشه فيهم دول يدخلوا عليا. تقصدي ايه؟ اقصد انك لو كنت لقيتي فرصه عشان تزيحي الهم ده من طريقك كنت عملتيها من زمان. بس ما كانش في طريق، تروحي فين ولا ترجعي منين؟ وهو ضل راجل ولا ضل حيطه زي ما بيقولوا. ايوه كده، انت ما صدقتي خلصتي منه، وانا عارفه متاكده. بس كنت عايزاها تيجي منه،
عشان تبقي يا عيني المسكينه اللي اتظلمت ومفيش في ايديها حاجه تعملها. بس انا بحبه بجد. انت مش فاهمه حاجه، اللي بيني وبين فتحي مش اتنين متجوزين وبس، انا اتعلمت يعني ايه حب منه، عرفت معنى حاجات كتيره قوي وانا معاه. ده لما بابا مات كان هو اول ايد تطبطب عليا، ولما الدنيا فضيت علينا كان هو اول واحد يقف جنبنا. ولا نسيتي؟ طب وبعدين هنفضل دافنين نفسنا بالحياه عشان طبطب علينا مره؟ اقولك طب ما في مليون واحد جاي طبطب علينا وقال لنا البقيه في حياتكم نتجوزهم ونجيبهم يعيشوا معانا ولا ايه؟ يا ريت تسكتي بقى عشان انت مش فاهمه حاجه. والنبي انت اللي هبله ومش فاهمه اي حاجه، ده لو واحده تانيه غيرك كان زمانها راحت مليون زغروطه. عاجبك؟ او ايهاب بيتصل تلاقيه متضايق عشان ما روحتش الشغل النهارده، ربنا يستر. الو؟ ايوه يا ايهاب. معلش والله العظيم عندي ظروف صعبه جدا النهارده. اختي جليله انت عارفها؟ اه اصل جوزها النادل طلقها. اه معلش معلش انا عارفه. السلام عليكم. صباح الخير يا ليلى. صباح النور. انا سمعت ان ابوك رجع من السفر. اه هو رجع امبارح. يا رب يكون بخير. لا بخير الحمد لله. بقول لك يا ليلى، انا كنت عايز منك خدمه. أمرني. انا عايزك يعني كده تنقلي حته انتك على مزاجك كده وعلى ذوقك، عشان في واحد صاحب اجنبي نفسه في حاجه من ريحه حبيبته مصر. عينيا ليك وصاحبك. تسلم عيونك. سلام. حبيبتي يا مصر. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ انت مش ناوي تسد اللي عليك بقى ولا ايه؟ ليه يعني؟ لو انا مديون ولا حاجه؟ ده انت مش عايز تجيبها لبر بقى؟ كرا يا بنت مالك؟ هو انت عبيطه ولا هبله ولا شكلك كده؟ كده اهو. جرايه! جرايه واد اللي مش عايز تحترم نفسك! جرايه يا بنت في ايه؟ الحقوني يا حاره! الراجل قاعد يتلزق يا اختي فيا ويسمحك وهتقول له عيب! ما يصحش! ده انا حتى بنت حتتك ومفيش فايده! هتلزق فيا يا بنت ملزقه خلقه! يا حسني يا ابني بس عيب. والله ما جيت جنبها، هي اللي عماله من ساعتها استغفر الله العظيم حاجه في منتهى الاكسكيوز مي. الحقني! في ايه مالك يا حاره؟ في ايه؟ هو المظلوم يتفق في الحاره دي ولا ايه؟ ايه يا شيخ زياد؟ واحد ياخد مراته يحطها عنده والتاني عمال يلعب على اهل بيتي. مالك يا ار؟ يا ابني ما تلمي نفسك. لا 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 يا يا جماعه ما ينفعش كده. يا بنت انت جاي من العنتين؟ ايوه. حضره الضابط عايزك في القسم. عايزني في ايه؟ اسال نفسك خفيف. يلا تعال تعال يا حسين. يلا يا اخوانا كل واحد يروح معاه شغله. يلا اتكلوا على الله يا ملزقه.